كل المحافظات اللي عشت فيها ممكن انساها، كل القضاء المدن الا ديالة فلا انسى. ليش؟ من 64 لما جت من جلولة كل جندوة ذاك الوقت، وبعدين لمعسكر سعد كنت عسكري هناك، نائب عريف وعريف ورئيس عرفاء، قاومة صف ثالث متوسط بديالة، كان الله يذكره بالخير مدير المدرسة الله يذكره بالخير، كان عمر موفق النائب ماله، كان مصطفى العميري معاون ماله، ثالث ورابع وخامس داومت مسائي في المدرسة، أعرف بعضوبة القديمة دار دار، طابوقة طابوقة زين لا لا، لكن بعدين توسعت بعضوبة صار يعني كان البناء الجديد قبل الجسر فقط بيت أبو الظاهر ما شاء الله على روحه خلي هندي ودار الموظفين والمسبح كان فقط موجودات، وبعدين اجى منه الجراج مال امانه. شو هسه البناء واصل الى حد خان بن سعد الى بغداد، فمعقوبه في العقل والقلب والروح والنفس. ايش قد اسوي فضل وجميل، لا يمكن ان انسى الفضل والجميل العائد لهالمعقوبه. ناس الله كمال جمال اخلاق، والله اجي المدرسة انا جندي مسائي من اجل المساء، البنات اللي انا بالمدرسة يجيب برتقال ينطني، خاصة بنات الخالص هم يجي نداوي المساوية، يقول جندوة نائب عريف، نائب عريف طارق انت يمكن برتقال ما تشتري، اخذ برتقال ارقى البرتقال يخذ عنه ويجيبه مالي، يعني ممكن ان ننسى هذه البنت، هاي الاخت، هاي الام اللي الان يمكن في مراحل متقدمة، لا تعتقد انسى بعقوبة أو ديالة بمجملها، فكلها خير. أنسى المسويات مسائل اللي كنا نقعد على بعقوبة ومنا بهرز بصفنا، بهرز كنا نسميها موسكو الثانية. سبحان مغير الأحوال، سلامي إليك وسلامي لهي البعقوبة، وجمعة مباركة عليك وجمعة مباركة عليهم. شرفنا في اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. هاي دقة دقة هناك من توصل.